أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والدينا وسائر المسلمين من النار برحمته وفضله وكرمه وجوده. وبعد، نواصل بحول الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا بالأمس هذه السلسلة، حيث قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. قال رحمه الله عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة، أي سؤال الناس أن يسأل الإنسان وغيره بعض ما يحتاجه في أمور دنياه، هذه هي المسألة المرادة هنا. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، الأصل فيها المنع، الأصل أنها ممنوعة، أنه لا ينبغي لأحد أن يسأل الناس، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. فسؤال الناس لا ينبغي لك أن تقدم عليه ما دمت تجد ما يغنيك عن ذلك بأي وسيلة كان من الوسائل الشرعية طبعا، إلا في حال الاضطرار. وحالة الاضطرار هي التي بينها هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الصدد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، هناك ثلاث حالات يحل لك بمقتضى واحدة منها، إذا حلت بك أن تسأل الناس حتى تسد حاجتك. قال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، يعني وقعت خصومة بين أناس، فتدخل مصلح وقال: هذا الذي تختصمون عليه وتختلفون فيه علي أنا أتحمله، أو تحمل دما، بمعنى تبع أناس آخرين بدية، فقال رجل: أنا أتحمل هذه الدية علي وعلى من أنوب عنه، أو عني أو عن ومن أنوب عنه. فهذا نوع الحمالة. وجدت مشاجرة بين اثنين على أمر دين فتحملته، قلت لصاحب الدين: أنا أتحمل لك دينك فاترك سبيل هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يقود صاحبه يقول له: لا أتركك حتى تأتيني بحميل يتحمل ما لي عليه وله عليه دين. فقال: كم تريد؟ يعني قال لصاحب الدين للمدين: كم يكفيك من الآجال؟ قال: يكفيني شهر. فتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الحمالة، تأتي في الدماء، وتأتي في الديات، وتأتي في الديون ونحو ذلك. فهذا الإنسان الذي تحمل هذا المال قد لا يكون ماله هو يكفي، وقد لا يبذل أصلا ماله فيه، ولكنه سيسعى من أجل أن يجمع ما يبرئ به ذمته لأنه تحمله.
وتضمن بشيء فصار ملزم بالوفاء به، فبناء على ذلك حق له أن يسأل غيره أن يعينه على الوفاء بحمالته بما تحمله. ففي هذه الحالة جاز له السؤال، جازت له المسألة التي الأصل فيها المنع والذم. رجل قال تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، أي حتى يجد ما يفي له بهذه الحمالة التي تحملها، ثم يمسك يكف ولا يجعلها وسيلة للاستزادة من مال الناس والاستكثار. يعلم الناس أنه محتاج لكي يفي بما تحمل به، فلا يكن ذلك ذريعة لأن يستزيد بحيث يأخذ ما يكفي ويزيد لنفسه كي يبقي لنفسه شيئا، لا، بل بمجرد أن يجتمع عنده القدر الكافي للحمالة عاد إلى ما كان عليه من قبل من حرمة المسألة. نعم. ثم يمسك، لهذا قال صلى الله عليه وسلم ثم يمسك بعد ذلك عن سؤال الناس. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أتت مصيبة فاجتاحت ماله، كان له مال وذهب المال نتيجة مصيبة سماوية نزلت به أو أمر قاهر خارج عن إرادته ذهب فيه ماله، وأحرى من باب أولى إن كان ما في يده من مال غيره، يعني المال الذي عنده ليس له أصلا إنما هو مال الغير يتجر فيه أو أخذه دينا ثم أتت الجائحة فاجتاحته، هو ملزم بقضائه لأنه اشتراه، ولكن في هذه الحالة يكون من باب أولى أن يسأل الناس حتى يفي بما عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا بالأمس، الرجل الذي اشترى الثمرة ثم اجتاحته عاهة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يعينوه حتى يفي لغرمائه بدينهم. ففي هذه الحالة حلت لهذا الإنسان المسألة، حل له أن يسأل الناس. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة، فأصابت فلانا فاقة، نعم، فحلت له المسألة. جيد. الحالة الثالثة، هذا الأول صاحب تجارات وصاحب أموال يديرها ففسدت الأموال، وهذا الثاني نزلت به مصيبة في خاصة نفسه فلم يعد قادر على إعالة نفسه، هذا محتاج. إذا شهد من يعرف أمره وخبر شأنه وأهل الدراية بخاصة حاله، شهد منهم ثلاثة قالوا فلان محتاج، ينبغي أن توجه له الصدقات ويعطى لإعانات وتكون له أولوية حتى يعيد استجماع أمره، حتى يجد ما ينقذه من هذا الموقف الذي حصل ووقع فيه. يعني هذا إنسان كان مستور وكنا نظن عنه شيء، فلما جاء الآن وقال نحن نحتاج، أنا أحتاج، نقول له نحن لا نظنك محتاجا فنريد بيان ودليل وبرهان على أنك محتاج، فشهد أهل الدراية بأمره أنه بالفعل محتاج، يعان يعطى. ففي هذه الحالات الثلاثة أو ما شابهها واتفق معها في العلة يجوز، أما في غير ذلك فلا ينبغي لأحد أن يسأل الناس شيئا، لأن المسألة مذمة ومعرة وتبقى مع الإنسان حتى توصله إلى الحد الذي يأتي يوم القيامة وليس في وجهه زمعة لحم، نسأل الله السلامة والعافية، يعرف بها بين الناس في الموقف أن هذا فلان كان يسأل الناس وهو يجد ما يغنيه عنه. ثم قال رحمه الله تعالى باب الصلح. إذن من أجل ماذا أورد ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب؟ القسم الأول، الشطر الأول الذي قال فيه رجل تحمل حمالة، والحمالة هي الكفالة، أي ضمن شيئا معين في ذمته، فلما ضمنه في ذمته وليس بمقدوره أن يفي به من خالص ماله فله أن يسأل الإعانة على الوفاء بما تحمل. هذا من أجل هذا أورد الحديث في الباب، لأنهم لا يريدون لك حديثا
في باب تحت ترجمة معينة إلا وللحديث تعلق بتلك الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. باب الصلح، أي ما يصطلح عليه الخصوم. إذا حصلت الخصومة فلا مانع من أن يبدأ القاضي في أول الأمر بعرض الصلح، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالاته التي وفي مكاتباته التي كان يكتب بها إلى القضاة في الآفاق كان يأمرهم بأن يبدأوا دائما بعرض الصلح قبل عرض الحكم. يبدأ بعرض الصلح قبل الحكم، قبل أن يقال لهم هكذا حق لفلان على فلان وكذا، يبين قبل هذا يبدأ لهم بالصلح. جيد. فإذا وقع عندئذ الصلح انتهى الأمر. إن لم يمكن الصلح عندئذ نواصل ونتوصل إلى المرحلة اللاحقة التي هي الحكم. فإذا بين الحكم أيضا وعرف من له الحق ومن عليه الحق، لا مانع من أن يعرض على الذي له الحق أن يتنازل عن بعض حقه صلحا أيضا، هذه مرحلة ثانية أيضا من الصلح، ولكن الصلح الأول هو ذلك الذي يبدأ به القاضي ابتداء. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. الأصل فيه الجواز، والصلح خير كما قال الله تبارك وتعالى، فهو جائز إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: صلحا حرم حلالا. أما إذا اصطلحوا على أن يحرموا حلالا أو يحلوا حراما فالأمر واضح، هذا ليس لهم، إنما التحريم والتحليل إلى الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا وقع الصلح وكانت من نتائجه أن حرم حلال أو أحل حرام فيقال صلح فاسد، صلح لا يصح. نعم. أما في الحالات العادية فالأصل أن يعرض الصلح على الخصوم ويبدأ به ويقدم ويبدأ حتى على الحكم. ثم قال أيضا: والمسلمون على شروطهم، أي إذا اشترط بعضهم على بعض شيئا وقبل المشروط عليه الشرط فإنه يجب عليه الوفاء ما لم يكن الشرط محرما لحلال أو محل لحرام. أما الأصل أنه إذا اشترط أحد على آخر شرط انتهى، ويدخل في هذا نوع من الشروط لم يتلفظ بها، وهي تلك التي جرى بها العرف. إذا ساد عرف معين في مسألة معينة فإن ذلك العرف يصير بمثابة الشرط، إذا صار متعارف عليه أن كل من باع في هذا الموسم هذه البضاعة المعينة وهذه السلعة المعينة وكذا يتقاضى الأجر في الزمن الفلاني، هنا ولو لم يذكر معك الآجال ولا شيء فكأنه اشترط عليك مسبقا. أهل الماشية يعرفون مثلا في موسم العيد أنه يوم عيد الأضحى كل من باع بالدين يأخذ يوم العيد أو اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده يأخذ القيمة. أهل الخضروات مثلا يبيعون على الأسبوع وهكذا. فهذه الأمور إذا صار متعارف عليها يقال هنا لا نحتاج إلى أن نتلفظ بالشرط، إذ أنه معروف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال: إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول فيما يتعلق بمسألة الشروط: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، بمعنى أولى الأولويات في الشروط تلك التي تشترط على الزوج ويقبل بها ابتداء ولم تكن منافية لمقصد من مقاصد النكاح.
فهذا نوع من الشرط يجب الوفاء به ويقدم على ما سواه، فهو أول الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروض. قال: رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، أي أنكر على الأئمة رحمه الله تعالى على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث لكونه فيه راو شديد الضعف بل متروك، ولكنه التمس له العذر. ابن حجر رحمه الله تعالى التمس للترمذي العذر وقال: لعله إنما صححه باعتبار كثرة طرقه. عند بعض أهل العلم يرون أن الحديث إذا ورد من طرق متعددة لا علاقة لها ببعضها، ونفس الحديث ورد من عدة طرق، فإن تلك الطرق يعضد بعضها بعضا فترتقي بذلك بكثرة طرقها. وفي هذا المنهج نوع من التساهل، لأنه خلاف الأصول. الأصول أن الحديث كي يصح إنما يصح باعتمادا على ذاته لا بالنظر إلى غيره، ولكنه عند بعضهم نوع من التساهل يصححون بكثرة الطرق. ومما يؤخذ على الترمذي رحمه الله تعالى أنه متساهل شيئا ما، وكررنا هذا عدة مرات، أنه يصحح بكثرة الطرق. وقد كان الإمام الألباني رحمه الله تعالى يقول عن نفسه أنه يصحح بكثرة الطرق مع علمه أن في ذلك تساهل. قال: أخذ منهجا ووضعه، فهذا الذي جعله يصحح كثير من الأحاديث التي ضعفها من قبله، فهو إذا جمع جميع طرقها ورأى أنها تصب في مصب واحد ترتقي عنده، فيقول هذه الطرق يعضد بعضها بعضا فيرتقي الحديث بعد أن كان البعض من أهل العلم قد أعرضوا عنه، يرتقي عنده في المنهج الذي وضعه لنفسه، يرتقي عنده فيحكم عليه بالصحة، أو أحيانا يحكم عليه بالحسن بناء على كثرة الطرق. فقلنا هذا منهج على كل حال لبعض أهل العلم، سبقه إلى ذلك الترمذي وكثير من العلم، ويرى بعضهم أن في ذلك نوع من التساهل، لأن الأصل أن الحديث إنما يصح باعتبار ذاته لا باعتبار غيره، فحتى لو صحح باعتبار غيره إنما يقال صحيح لغيره لا لذاته، أو حسن لغيره لا لذاته، حتى يكون السامع والقارئ على دراية وعلى بصيرة كيف صحح هذا الحديث وفي هذا الشيء، فيقال له إنما صحح لما ضم إليه بالنظر إلى غيره لا باعتبار ذاته. قال رحمه الله تعالى: وقد صححه ابن حبان من حديث أبي عروة رضي الله تعالى عنه. وابن حبان ذكرنا مرارا أن فيه تساهل، وكان السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته يقول أن ابن حبان ليس بمتساهل وإنما شرطه خفيف. قال: ما ساهل البستي بل شرطه وفى نعم في ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خفى وقد وفى به، أنه ليس بمتساهل وإنما شروطه خفيفة. وهذا متلازم في الحقيقة، إذا قلنا شرطك في التصحيح خفيف وأنت متساهل هذا ليس متباعد في الحقيقة من حيث المعنى. المهم هذا وضع شرطا خفيفا يصحح به بناء عليه، فصار كثير من الأحاديث يصح بناء على خفة شروطه، وآخر وضع شرطا وتساهل في شرطه لم يلتزم به. هكذا المهم التمس له هذا العذر فقال أنه ليس بمتساهل وإنما شروطه خفيفة فقط خلافا للحاكم، فهو متساهل حقيقة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره أو خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث واضح، قال لا يمنع، قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. جارك الملاصق إذا احتاج إلى أن يعتمد على جدارك في بعض بنيانه اعتمادا لا يضرك لا يؤثر على جدرانك فليس لك أن تمنعه، فهذا من حقه عليك. واضح؟ جارك الملاصق احتاج إلى أن يعتمد في بنيانه على شيء من بنيانك، والحال أن اعتماده عليك في هذا القدر لا يؤثر عليك سلبا، لا يضرك بشيء، لا ينقص من قيمة بنيانك بشيء، فلا ينبغي لك أن تقول لا اعتمد على نفسك ولا علاقة لي بك، فهذا من الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى له عليك، حق الجار على الجار.
أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى أن الناس لم يعودوا يبالون بهذا الأمر، كأنه صار فيهم نوع من الشح، فصار الجار يمنع جاره من أن يغرز خشبة في جداره، قال لهم رضي الله عنه مذكرا لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يزيد أبو هريرة فيقول: والله نعم، قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي تغافلتم عنها، نسيتموها أو تناسيتموها، فلأرمين بها بين أكتافكم، أي لأذكرنكم بها حتى تقوم عليكم الحجة، وأكون بذلك قد أبرأت ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى بأن بلغت العلم الذي نقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته عليه الصلاة والسلام، تبرأ ذمتي لأني أديت الأمانة، هذه أمانة سمعتها فواجب علي أن أؤدي الأمانة كما سمعتها. لأرمين بها بين أكتافكم، لئلا أقولن بها بين ظهرانيكم وفي ملأ منكم وعلى الملأ، لا أخفيها حتى لا تبقى خافية على أحد. فهذا من باب إقامة الحجة على الغير. جيد، فإذا هذا الحديث أخذ به كثير من أهل العلم، وهذا الحديث ورد من طريق فيه إضافة: لا ضرر ولا ضرار ولا يمنع جار جاره، إلى آخر الحديث. لا ينبغي أن يكون في غرزه لخشبته في جدارك ضرر يلحق بك، أما إذا كان كذلك فيقال لا ضرر. إذا لم يكن هناك ضرر فلا تمنعه حقه. جيد، وهذا يعضد مسألة شفعة الجار، أن للجار حق الشفعة، أنك إذا بعت دارك الملاصقة لجارك، الجار الملاصق ليس الجار الذي بينك وبينه الطريق، وإنما الملاصق ولو كان في الجهة الأخرى، فهذا الجار له حق الأخذ بالشفعة عند الجمهور، له أن يقول: أنا لا أقبل هذه البيعة، ولكن ما أعطيت فيها أنا أعوضه لك وأنا أحق بها، يؤيد هذا الجار فيما طلب به، يؤيده النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بدار الجار، فهو أحق بها من غيره وهو الأولى، فهذا الأخذ بالشفعة يأخذ له أن يأخذ بالشفعة، وبه قال الجمهور. نعم، لكن هنا نقول: أي جار؟ الجار الذي لا تفصلك عنه طريق، أما إذا فصلت الطرق بينكم وانتهى لم يعد هناك الأخذ بالشفعة، وإنما من باب المروءة والآداب أن تبدأ بعرض دارك على جارك فقط، من باب المروءة والندب لا من باب الوجوب والإلزام. نعم، قال: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يعني مطلق أي إنسان أن يأخذ عصا أخيه، شوف مجرد عصا، أن يأخذها بغير طيب نفس من صاحبها، كي تأخذ عصا من مال أخيك مما يمتلكه غيرك فلا بد أن تطيب نفس غيرك بذلك، أما إذا لم تطب به نفسه فالقليل والكثير على حد سواء، يمنع ذلك كله، يمنع عليك الاستفادة أو الاستمتاع بمال غيرك ولو قل هذا المال، ولو سواك، ولو عصا، ولو صوتا، ولو قلما، ولو مطلقا، إلا بإذن صاحبها قل أو كثر، هذا بشكل عام. يخرج عن هذا فقط حالات استثنائية بينها الشرع أن للغير فيها تعلق، وهنا في الحقيقة لم تخرج عن القاعدة العامة، وإنما خرجت عن ظاهر النص فقط، وإلا فهي منسجمة مع عموم النصوص الأخرى. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. ثم عاد من جديد إلى ما يتعلق بالبيوع صراحة،
لأن ما كان فيه من هذه الأحاديث التي ذكرها في أواخر الأبواب الماضية إنما لها تعلق ضمني خفي بالبيوع، أما هذه فلها تعلق واضح صريح بأمر البيع. قال: باب الحوالة. والحوالة هي الإحالة، وهو إبراء ذمة وإحالة ما فيها على ذمة أخرى، أن يكون لك دين على إنسان فيحيلك صاحب فيحيلك المدين على غيره، هذا هو إبراء ذمة وإحلال أخرى محلها في الحق. والضمان، والضمان الكفالة، ما يتكفل به الإنسان من الأمور. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل أو فليحل أو فليحتل. نعم. قال: مطل الغني ظلم، مماطلة الغني في وفائه بالحق الذي عليه بعد استحقاقه يعتبر ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما. جيد. فمماطلتك في تأديتك للحق الذي استحق عليك يعتبر نوع من أنواع الظلم. جيد. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا قيل لك أو إذا قال لك الذي لك عليه الحق: اتبع فلان، حقك الذي لك علي صار لك على فلان، أحلتك عليه، والحال أن المحال عليه مليء، بل وشرط آخر وفي، مليء وفي، يعني إذا أحلتك على إنسان أولا ننظر حال هذا الإنسان الذي أحلتك إذا كان مليء، يعني عنده ما يفي به، ما يقضي به هذا الحق، ليس معدوم. ووفي أيضا ليس معروف بالظلم ولا بالغصب ولا بالمماطلة، بل إنسان وفي عادة يقضي الدين. فليتبع، فليس أمامك إلا أن تتبع. ظاهر هذا الحديث يفيد الوجوب، أنك بمجرد أن يحيلك من الذي عليه الدين انتهى، وجب عليك الإحالة بهذين الشرطين: أن الذي عليه الذي أحلت عليه مليء ووفي. وهناك شرط ثالث يذكره الفقهاء: أن لا تكون بينك وبينه خصومة مسبقة ولا عداوة، هذا الذي أحلت عليه لا ليس هناك خصومة بينكما قديمة قبل هذا. جيد. فليس أمامك بناء على ظاهر الحديث إلا أن تتبع. وللعلماء في ذلك تفصيل، منهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول فقط بالندب، ومنهم من يقول بالجواز، أنت مخير إن شئت تتبع وإن شئت لا تتبع، ولكن ظاهر الحديث يمنع هذا التفصيل، بل يوحي بأنه يجب عليك الإحالة، أن تقبل الإحالة. والإحالة فيها هناك ثلاثة حالات، يعني هناك ثلاثة أمور تنتج عنها، وهي رضا المحال، ورضا المحال عليه، ورضا المحيل، المحيل الذي أحالك رضاه. جيد. هذا معلوم. ورضا المحال عليه، ورضا المحال، أنت الذي وحي، أنا أحلتك وأنت المحال والمحال عليه، ثلاثة أطراف. فبالنسبة للمحال عليه عند أكثرهم أنه لا يشترط رضاه، لأنك أنت ستقضي، ولا يهمنك قضيت لعمر أم لزيد، أنت ستقضي ما عليك، أعطيته لعمر أم أعطيته لزيد، ما الفرق؟ جيد. المحال الذي أحيل رضاه مطلوب عند كثير، وبعضهم قال لا، وهؤلاء الذين قالوا لا يشترط رضاه بل يجب عليه ذلك أخذوا بظاهر الحديث، والحجة معهم في ذلك، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أحلت على مليء فاتبع. إذا أتبعت على مليء، إذا قيل لك اتبع فلان وفلان مليء
اتبع، ليس لك خيار، ليس أمامك الخيار، وهذا هو الراجع من حيث قوة الدليل. جيد. فإذا حصلت الإحالة وتوفرت فيها الشروط، شروط انتهى، ليس هناك أي مانع، فإن المحال ليس له بعد ذلك رجوع على الذي أحاله إذا وجد أن فيما بعد أن صاحبه صار معدوما أو ماطله بعد أن أقر بالدين عليه وكان عنده ما يفي به في ذلك الوقت وقت الإحالة ثم لاحقا ماطل، فليس للمحال رجوع على الأول. أو كان عنده مال ثم تلف ماله فأردت أنت أن تعود إلى صاحبك الأول، ليس ذلك لك، انتهى، بل مضت الحوالة واستقر الدين والحق في حق الثاني، في ذمة الثاني، وبرئت ذمته الأول. نعم. قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء، شرط مليء، أما تحيله على معدوم فليس له، فليس لك ذلك، أو تحيله على مماطل أو على ظالم أو على غاصب فليس لك ذلك، أو تحيله على من يعرف أن بينه وبينه عداوة فليس لك ذلك، أنك تريد أن تثير الفتنة بين الناس، تعرف أن فلان خصم لفلان، فإذا صارت هذا الدين بينهما وفي الأصل لم يكن بينهما أي تبعيات، إذا أحلته عليه تعلم أنك تؤجج نار الفتنة. هنا نعم يمكن أن يقول: لا أتبعه لأن الناس يعلمون أن بيني وبينه خلاف، وبيني وبينه خصومة وعداوة، فأنت تريد أن تثير المشكلة بيني وبينه، فأقول لا أتبعه نظرا للسوابق التي بيني وبينه. أما إذا انتفت هذه الموانع التي هي كونه معدوم أو كونه مماطل أو كونه بينه وبين صاحبه الثاني خصومة، إذا انتفت هذه الموانع ليس أمامه إلا أن يتبع. نعم. قال: متفق عليه، وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. نعم. فإذا أحيلت فليس أمامك إلا أن تقبل الحوالة بهذا الشرط الذي ذكرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه، فخطى خطا. نعم. فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، أو حق الغريم، وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، لأنه صحابي ابن صحابي، والده توفي يوم أحد، عبد الله بن حرام. قال: توفي رجل منا. من نحن؟ من هم الأنصار؟ منا معاشر الأنصار بني النجار، خاصة البطن المعروف ببني النجار. فغسلناه كما يغسل سائر المسلمين، وحنطناه، وفي هذا دليل أنهم كانوا يضعون الحنوط في أكفان الميت. وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لم يبق الآن إلا أمران مما يتعلق بتجهيز بقية الصلاة والدفن، انتهى. فقلنا: تصلي عليه. فخطأ صلى الله عليه وسلم خطوات متقدما نحوه، ثم قال: أعليه دين؟ هذا المتوفى الذي أحضرتموه هل عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف ولا مباشرة. فتحملهما أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال: الدين علي. هنا ما زلنا في باب الضمان، لأنه قال: باب الحوالة والضمان. الحديث الأول الحوالة، متعلق بالحوالة، إذا أحلت على مليء فاتبع، والثاني بالضمان، مسألة الضمان. قال: علي، ضمنت أنا الدين الذي عليه صار علي. فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم. صار حقا في ذمتك حق الغريم، الدين الذي للغريم صاحب الدين.
صار عليك أنت بدلا من الميت، وبرئ منهما الميت، يعني خلاص برئت ذمته، تحملتهما تحملا كاملا. فهذا فيه دليل على أن القاضي أو الحاكم ينبغي له التثبت في الأمور، ولا تكفي مجرد الإشارة المحتملة، الإشارة التي قد يقول صاحبها فيما بعد لا لا لم أقصد هذا، إنما أردت شيئا آخر، أردت فقط أنهما علي، سأذهب إلى أهله لأحضرهما وكذا، لما أقصد أنها علي في ذمتي، هذا محتمل. فلذلك استوقفه وتثبت من الأمر، قال صار حق الغريم في ذمتك، برئت ذمة الميت، قال نعم، لأن الأمر واضح لا يحتمل غير هذا المعنى، انتهى. قال نعم، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه يمكن للإنسان أن يتحمل الحقوق ولو غاب أصحابها، ويمكنه أن يتحمل الحقوق مع كون صاحبها ميت، ليس شرطا أن يكون هناك رضا المحال كما هو معلوم، يعني ليس شرطا في مثل هذه الحالة أن يكون هناك رضا من الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر لم يعد موجود أصلا، لم تعد له تصرف، مات. ومع هذا لما تدخل ثالث وتحمل الحق صار هنا إعفاء، وصار هنا إبراء للذمة، الذمة الأولى، وترتب الحق في الذمة الثانية. هنا ليس له بعد ذلك أن يقول لا لما أعد أفعل، بل انتهى، صار في عنقه وفي ذمته ملزم بالوفاء. فتقدم عندئذ صلى الله عليه وسلم وصلى. جيد. قال أيضا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر كان يسأل عن من عليه الدين، فإذا قيل نعم عليه دين يقول هل ترك وفاء، هل ترك خلف وراءه ما يفي بدينه، فإن قيل نعم فالأمر واضح، يقول أوفوا لأهل الحق بحقهم ويصلي على الناس. إن قيل لا، ليس له من يتحمل، ليس له مال، لم يترك مالا يقضى عنه منه، فيقول هل هناك من يتحمل هذا الحق، فإن تقدم أحد وتحمل الحق نفس الشيء صلى عليه، إن لم يحصل شيء من ذلك، لم يترك وفاء ولم يتحمل أحد الحق، يقول صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم. هذا في بداية الأمر. فلما فتح الله عز وجل له الفتوحات للنبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات، وصار هناك بيت مال فيه غنائم وفيه فيء وفيه أمور أموال ما شاء الله، صار عليه الصلاة والسلام يقضي عن المدين دينه إن لم يترك وفاء، كما في رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء. هذه الزيادة مهمة، ليس أنه كل من مات يقضي عنه ولو كان ترك وفاء، لا، إن ترك وفاء فإنه يفي عنه من الحق مما ترك، إن لم يترك وفاء يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد جاءت في بعض طرق هذا الحديث وفي بعض أوجهه أنه صلى الله عليه وسلم يقول أنه هكذا ينبغي أن يكون عليه هو وفي بيت مال المسلمين، وعلى الحكام أو الولاة من ولي أمر المسلمين نفس الشيء، إذا كان هناك ما يفي به في بيت المال فإنه يجب عليه إذا لم يترك المدين مالا يقضى عنه منه دينه أن يقضيه عنه من يتولى أمر المسلمين، إلا في حال ما إذا لم يكن هناك وفاء، لم يكن هناك في بيت المال ما يوفى به تقضى منه هذه الديون، فهذا حق ليس عليه هو وحده صلى الله عليه وسلم، يعني التزمه في زمنه وبعده انتهى، لا، بل إن خلفاءه الراشدين مأمورون نفس الأمر وكانوا يفعلون نفس الفعل على الأصح من أقوال أهل العلم في حق من ليس له وفاء، أما من كان ترك شيئا فإنما يوفى عنه من ماله. نعم. في هذا دلالة على أن الميت كل الأمور تهون في مقابل الدين، الميت المسلم أشد أمره أمر الدين، فلذا تترك عليه الصلاة، يتركها الإمام الأكبر ويقول صلوا على صاحبكم، ليس معناه أنه لا يصلى عليه البتة، بل يصلى عليه لأنه من جملة المسلمين، ولكن لا يتقدم للصلاة عليه الإمام الأكبر،
وإنما عامة المسلمين يصلون عليه، فهكذا ينبغي. هذه السنة ماتت في كثير من بلاد الإسلام على حسب علمنا، لا تكاد تجد إماما يسأل عن حال الميت هل عليه دين أم لا، ويتثبت من أمر الدين ويسأل. بعضهم يتحجج في هذا ويقول أصلا حتى لو قالوا ليس عليه دين فماذا نعم عليه دين ماذا سأفعل، إن لم يترك وفاء ماذا سأفعل، أترك الصلاة إن تركها الإمام قد يتركها الجميع، وليس أحد يرضى لنفسه أن يكون من لا ليس من من أهل الفضل، لأنهم يقول لا يصلي عليه أهل الفضل، فمن الذي سيصلي عليه؟ من الذي سيرضى أن يقول أنا لست من أهل الفضل أنا الذي يصلي؟ لا يوجد. فبعض أهل العلم تركوا السؤال نتيجة هذه المسألة، ولكن في الحقيقة ينبغي أن لا يستخف بهذا الأمر وأن تحيى السنن كما هي. فينبغي للإمام أن يسأل هل عليه دين، إن كان عليه دين يقول نعم عليه دين، هل ترك مال، إن كان نعم هناك مال يقول أيها الناس من يتولى مال هذا الميت فليبدأ بقضاء ما عليه من دين بعد طبعا التثبت من أمور الديون والتحقق منها. هكذا ينبغي أن تحيى هذه السنن ولا تترك هكذا حتى يستخف الناس بالأمر، فكأن الذي عليه دين والذي ليس عليه دين أمرهم سواء، هذا لا ينبغي، فهذا يجعل الناس يستخفون بأمر الديون. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. ما كان فيه حد فهذا لا كفالة فيه، إنما الحدود في الحقوق المادية، أما ما كان متعلقا بأمر الحدود إنما الكفالة في الأمور المادية، أما ما كان متعلق بأمر الحدود فهذا لا كفالة فيه، لا يتكفل بها أحد عن أحد، لأنها لا يمكن لأحد، لأنك إذا تكفلت بالدين أنت ستقضي، ولكن إذا تكفلت بالحد هل سيقام عليك نيابة عن صاحبه الأول؟ لا، لذا لا يمكن أن يكون هناك كفالة في هذا الجانب. قال رحمه الله إذن الحوالة قلنا التي عنون لها، والضمان الذي ذكره بالنسبة للحوالة رضا المحال، هذا قال بعضهم أنه مطلوب والتحقيق وأنه ليس بشرط بل يجب عليه ولا نسأله عن رضاه، مجرد أنه حيل على من ليست فيه الموانع يجب عليه أن يتبع، هذا هو الأصح. الموانع عرفناها، الموانع كونه معدوم ليس عنده ما يفي به، أو كونه مماطل أو ظالم، هذا أيضا معروف أنك لست مأمور بأن تعرض حقوقك للهدر للخطر هكذا بحيث تتبع ظالما، نعم، وإذا كان هناك عداوة مسبقة. أما إذا انتفت هذه الموانع الثلاثة فليس أمام المحال إلا أن يحتال، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعت على مليء فاتبع، إذا أحلت على مليء فاتبع، هذا ظاهر. وأما الضمان فهذا للعلماء فيه تفصيل، في المذهب المالكي يقولون الضمان على ثلاثة أوجه: ضمان مال، ضمان العين، وضمان الوجه، وضمان الطلب. اثنان اتفق تقريبا عليهم أكثر أهل العلم، والثالث مختلف فيه. ضمان المال بحيث تقول لصاحب الدين صاحب الحق أعطيه، فإن قضاك فبها ونعمة لم يقضك مالك علي، هذا ضمان عين، عين المال. ضمان الوجه تقول له أعطه وأنا أضمن لك متى ما حل الأجل أحضره بين يديك، ضمان وجه، وهذا الجمهور قالوا به، وقد كان ابن حزم رحمه الله تعالى وبعض أهل الظاهر لا يقولون به ويقولون أنه فيه نوع من الباطل. قالوا كيف نقول ذلك؟ قالوا أنت تضمن له الوجه، جيد، فماذا لو مات هذا الإنسان أو تعذر وجوده بالكلية، نقول مات مثلا، قالوا ماذا ستفعل؟ لا يمكنك أن تأتي بميت، جيد، هل سيتحول عليك المال؟ أنت لم تضمن المال، أم يذهب حق الآخر سدى وقد ضمنت له؟ فأي ذلك كان؟ يقولون في إحقاق باطل. ابن حزم كان من أشد الناس إنكارا لضمان الوجه، فيقول لا يوجد إلا ضمان العين، مال فقط، تضمن له ماله أو تركه وشأنه، فإذا ضمنت المال ترتب في ذمتك، إذا أعطاه الآخر ماله بناء على ضمانك انتهى الأمر، إما أن يفي في الآجال المتفق عليها وإلا صرت ملزما أنت بالوفاء، هذا ضمان المال.
ضمان الوجه قلنا الجمهور يقولون به تحضره له. فقال هؤلاء ردا على استشكال ابن حزم من وافقه، قالوا إذا مات رجع، إذا مات برئت أنت، تحضره ما دام حيا، إن عجزت عن إحضاره تأتي بالحق تقضي الحق بدلا من ذلك. إن كان الحال يقتضي أنه لا يمكن، ليس فقط عجز وإنما لا يمكن إحضارك الموت، هنا تبرأ وأنت ويبقى الحق، يبقى المدين الأول هو صاحب المتبوع دائما. نعم واضح. والضمان الطلب قلنا قالوا به في المذهب، ضمان الطلب هذا أن يأتي إنسان ويقول لك أعطي لفلان وأنا أعينك يوم حلول الأجل على أن نطلبه معا، نبحث عنه، أكون عونا لك في التفتيش عنه والبحث عنه فقط، لا أضمن لك مالك ولا أضمن لك إحضاره، ولكن أعينك في البحث عنه، يسمى ضمان طلب، وهو أضعف الوجوه، أضعف وجوه الضمان وضمان الطلب هذا، لأنه ليس فيه حقيقة فائدة فائدة ملموسة. ما هي؟ أنت لا تضمن لي المال ولا تضمن إحضار صاحب الذي عليه الحق، فلا شيء في الحقيقة. نعم. المهم هكذا على ثلاثة أنواع. إيه. أما الحوالة فقد عرفنا ما يتعلق بها، وأن صاحبها إذا أحيل الإنسان، إذا أحيل وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فليس بمقدور المحال بعد ذلك الرجوع إلى صاحبه الأول، انتهى، برئت ذمته براءة تامة، بحيث أنه إن ظهر فيما بعد عجز الثاني انتهى بينك وبينه، إن منعك حقك بينك وبينه، ليس بمقدورك أن تعود على صاحبك الأول، انتهى، إذا توفرت فيها الشروط كلها ما عدا لم يعد أمامك إلا أن تتبع الثاني وبعد ذلك حظك، قضى لك فبها ونعمت، لم يقض لك ليس بمقدورك الرجوع على الأول في كل الأحوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. الشركة من المشاركة، اشتراك، والشركة عندهم على أنواع، هناك شركة تسمى شركة العنان، وشركة العنان هي شركة الأموال، آتي بقسط من المال وتأتي أنت بآخر وربما معنا ثالث ورابع، المهم اثنين فما فوق، فكل واحد من الشركاء يشترك مع صاحبه بقسط من المال، فيكون بعد ذلك النتيجة والعمل وكل هذه الأمور تبعا لرأس المال. جيد، هذه شركة العنان تسمى. النوع الثاني من أنواع الشركة تسمى شركة الأبدان، ليس لنا أصلا مال ولا نتجر، وإنما نعمل بعضلاتنا كما نقول، نعمل بجهدنا، فهذا شركة أبدان، هيا أشترك أنا وأنت نحفر لهذا السيد هذا البئر، فإذا وصلنا إلى الحد المتفق عليه أعطانا حقنا، خلاص هذا شركة أبدان، نتفق هيا أنا وأنت نعمل ونبني له داره ونعطينا حقنا، هذا شركة أبدان، ليس فيه مال ولم ينفق فيه شيء، وإنما نشترك بمجهودنا فقط. هذه الشركة شركة الأبدان قال بها أبو حنيفة ومالك، ومنعها غيرهما. مالك وضع لها ضوابط جيدة، قال تصح بشرط اتحاد الصنعة واتحاد المكان، أن يكون في مكان واحد شركة الأبدان نفس المكان، وأن يكون العمل هو هو، أو على الأقل بعضه يتمم بعضا، بعضه يتمم بعض، هذا يبني وهذا يجعل البلاط وهذا يجعل الألوان الصبغ وكذا وهكذا، هذا يتمم بعضها بعضا، هذا ميكانيك وهذا تولي وهكذا، يتمم أحدهما الآخر لا مانع. قالوا إذا قال مالك إذا كان المكان متحد فلا تصح هذه شركة الأبدان، وأنا أعمل هنا وأنت تعمل في الجزائر العاصمة مثلا، وأنا بناء هنا وأنت تبني هناك، ونقول نحن شركاء، أي شركة، ليس لنا مال نشترك فيه وعملنا ليس متلازم وليس بعضه يتمم بعضا، ولكن إذا كنا في نفس المكان لا مانع، إما أن عملنا متحد وإما أن بعضه يتمم بعضا، هذه تسمى شركة أبدان. وهناك صنف ثالث ويسمى شركة الوجوه، ليس لي ولا لك مال، وإنما نشترك بوجوهنا فقط، بحيث أننا نتجه إلى الناس ونأخذ منهم أموالهم ونعمل فيها، وما استفدنا نتقاسمه على حسب اتفاقنا، هذا شركة ماذا؟ وجوه، بالوجاهة فقط، نتجه إلى الناس
ونتوجه عليهم ونأخذ منهم بناء على الثقة. بعض الناس يعرفونك أنت فيعطونك ونشترك، وبعضهم يعرفني أنا ويعطونا ونشترك، وهكذا. هذا شركة وجوه، وليس لنا مال نشتري به أصلا، ليس لنا مال نشترك به أصلا ابتداء، فهذا يسمى شركة وجوه. وهناك نوع آخر من أنواع الشركة سيأتي إن شاء الله بعض البيان فيها، نوع من الشركة عند بعض أهل العلم يسمونها شركة الحيوان، وبعضهم يلحقها بالمضاربة في الحقيقة، مهم سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والوكالة توكيل، أن يوكل أحد أحدا أن يقوم مقامه فيما هو بصدده، هذا التوكيل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. قال الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين، وهكذا إن كانوا شركاء فالله معهم بهذه الشروط، ما لم يخن أحدهما صاحبه. معناها يفهم من هذا أن الشركة مندوب إليها، وأنها فيها الفضل، وأن فيها البركة إذا توفرت الشروط. مباركة، يبارك الله لهما سعيهما ويبارك لهما عملهما ويجعل لهم البركة في مجهودهما إذا حصلت هذه الشروط، التي هي أن السلامة من الخيانة، سلامة من الخديعة. بل بيّن كل واحد منهما ونصح، كان مبين لكل شيء، يعني ما يسمى الآن في اللغة المعاصرة الشفافية والنصح، كان كل واحد منهما ناصحا لصاحبه. فإذا حصل هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى مع هؤلاء الشركاء بحيث يسدد لهم سعيهم ويوفقهم لما هم مقبلون عليه ويبارك لهم في عملهم. أما إذا حصل العكس، حصل النقيض بأن كانت هناك الخيانة، فتسلب البركة من عملهما، يكون ممحوق البركة مهما كثر المجهود ومهما كثرت النتائج الظاهرة، إلا أنها في الواقع في حقيقة الأمر ممحوقة البركة. يوكلان إلى نفسيهما، ومن وكل إلى نفسه هلك. لذا الإنسان يقول يدعو الله تبارك وتعالى لا يكله إلى نفسه طرفة عين، فيوكل عملهما إليهما بدلا من أن كان الله يتكفل لهما بالبركة. فمعنى هذا ماذا؟ الندب إلى الشراكة، وأنها مستحبة وأنها فاضلة، فينبغي الإقدام عليها إذا حصلت هذه الأمور التي ذكرنا، سلمت الصدور. قال وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، قبل النبوة. فمعنى هذا أن الشركة كان متعارف عليها حتى في الجاهلية، كانوا يتعاطونها ويقدمون عليها ويعملون بها حتى في الجاهلية، أي أنها ليست من العقود المستحدثة فقط في الإسلام، بل هي أمر كان موجود في الجاهلية وأقره الإسلام وأبقاه، وإذا كانت فيه علائق أو شوائب أزالها وأماطها الإسلام وتركها على أسس سليمة صحيحة. فهو هذا الصحابي كان شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فلما جاء صلى الله عليه وسلم يوم الفتح رأى شريكه السابق فقال مرحبا به، متذكرا للعهد الذي كان بينه وبينه، مرحبا بأخي، قوة الإسلام هنا، وشريكي فيما مضى. وقد كان رضي الله عنه وفيا، فكان لا يماري ولا يداري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يماري ولا يداري،
يعني كان واضحا يعمل بنقاوة تامة حتى وهو في فترة ما قبل الإسلام. فهذا النوع إذا جاءه الإسلام لا يزيده إلا صلابة، لا يزيده إلا رفعة ما دام صاحبه كان بهذه المثابة وهو في الجاهلية، فماذا يقال عنه وقد أسلم؟ فهو نور على نور، أسلمت على ما أسلفت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معناه أن الشركة كانت موجودة حتى قبل الإسلام. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: استركت أنا وعمار وسعد، وأنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث هذا الحديث رواه النسائي، ومعناه أنهم اشتركوا شركة ماذا؟ شركة أبدان، لم يكن لهم مال وقتها، وإنما اشتركوا ابتداء وقالوا نحن مقبلون على غزوة، فما يكون لنا من مغانم فإننا نتقاسم، وما حصل عليه أي واحد منا من سلب، ومعلوم أن سلب القتيل يكون لقاتله، يعني لا يشارك به غيره في تقسيم المغانم. فاشترك هؤلاء النفر الثلاثة، سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود، فقالوا كل ما جاء به أي منا نجمع جميعه ونتقاسمه. فجاء الآخران بأسرى، ويقول ابن مسعود أنه هو لم يأتي بشيء جيد. فمعلوم أن الأسرى يوم بدر أطلقوا بفدية، فالفدية التي تعطى عوضا عن ذلك يتقاسمها هؤلاء الشركاء جيد. ولكن الحديث فيه مطعن، وهو أنه من رواية أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيد هذا ابن عبد الله بن مسعود، ولكنه لم يدرك والده، توفي عنه والده وهو صغير، فلم يفقه منه شيئا، لم يسمع من حديثه شيئا، أنه أصلا لم يدركه إدراكا يمكنه من أن يأخذ عنه. فالحديث من هذا الوجه منقطع ولا يعرف إلا من هذا الوجه. فلذلك لو كان هذا الحديث ثبت لما أنكر الذين أنكروا شركة الأبدان. قلنا أن شركة الأبدان قال بها من؟ مالك وأبو حنيفة، والجمهور على أنهم لا، والجمهور لا يقبلها، ولكن أولئك الذين لم يقبلوها بناء على أن هذا الحديث لم يثبت، لو ثبت لكان فيصلا في الباب، ولكان عمدة يمكن أن يعتمد عليه من يقول بشركة الأبدان، لأن هؤلاء إنما اشتركوا بأبدانهم بقوتهم فقط، ولم يشتركوا بمال ولا بوجه ولا بشيء، واضح. ولكن الحديث لم يثبت، وإذا لم يثبت الحديث لا يمكن أن يحتج به في مثل هذه المواطن التي يكون فيها النزاع. مواطن النزاع إنما يحتج فيها بما ثبت، أما ما لم يثبت فهو محتمل، قد يكون صحيح وقد لا يكون، والنص إذا دخل عليه الاحتمال سقط به الاستدلال، لا يحتج به في مواطن النزاع، يحتج به إذا سلم من مخالف، أما إذا وقع المخالفة فلا بد أن تحتج على غيرك أو على خصمك أو معارضك بما ثبت، بما لا مطعن فيه. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. جيد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هنا بدأ يتكلم رحمه الله تعالى أو يورد لنا الأحاديث المتعلقة بأمر ماذا؟ بأمر الوكالة، لأنه قال الشركة والوكالة، هذا الحديث متعلق بأمر الوكالة. جابر رضي الله عنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو، أي جابر، متجه إلى خيبر، هذا بعد أن فتح الله خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وصار له عليها عامل، وله عليها من يتولى أمرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت خيبر فاذهب إلى وكيلي وقل له أن يعطيك 15 وسقا. 15 وسقا، 5 أوسق نصاب، معناها إذن هذا مال كثير، كمية كبيرة من الطعام أو من التمر الذي كان يؤتى به من خيبر، إنما أغلبه التمر، فهذا كمية كبيرة، 5 أوسق هي النصاب، فهذا 15 وسق، 5 أوسق قرابة 700 كيلوغرام، يعني 7 قناطر،
فهذا معناها ضرب ثلاثة واحد وعشرين، نعم خمسة ضرب ثلاثة هي 15، 21 قنطار نقول، كمية كبيرة. فقال له اذهب إلى وكيلي وقل له أن يعطيك 15 وسقا. ثم في هذا الحديث من طرق أنه قال له إذا سألك آية فخذ على ترقوته، إذا قال لك أين الدليل على أنك صادق، من قال لي أنه أرسلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلك، فضع يدك على ترقوته، فتلك العلامة بيني وبين، تلك الإشارة، كلمة السر، كي تحط يدك على ترقته يفهم أني هذه السر أنا أعطيت لك أنا، لولاي لما علمت هذا، واضح. فمعناه أن الوكيل له أن يتصرف وله أن يعطي من أرسل إليه من قبل موكله، فلا مانع في كل ذلك. معنى هذا أن الرسول الذي أرسل لو وقع شيء ما فإنه تبرأ ذمة الوكيل، الوكيل جاءني فلان من عندك أيها الموكل الذي وكلتني، فكل ما أعطيته إنما يكون لك، محسوب عليك، تلفه عليك وصلاحه لك. فمعنى هذا أن الوكيل له حق مطلق التصرف، وإذا تصرف تصرفا مأذونا له فيه من قبل الموكل مضى ذلك التصرف ونتائجه يتحملها الموكل وليس الوكيل، واضح. قال وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. هذا الحديث مر بنا من قبل، وقلنا أن الذي ثبت أنه أمره أن يشتري شاة ولم يأمره أن يشتري أضحية، لأن الأضحية لا يمكن إعادة بيعها، لا يصح إعادة بيعها، بل شاة مطلقة هكذا. أعطاه دينار قال اشتري به شاة، فذهب إلى السوق واشترى به شاتين بدلا من واحد، وفي طريق عودته باع إحدى الشاتين بدينار، فجاءه بالدينار وبالشاة الثانية إحدى الشاتين، فكأنه عاد له ديناره مع شاة. هذا تصرف من الوكيل، وفي هذا دلالة على أن تصرف الوكيل نافذ وماض وصحيح، تصرفه صحيح. هذا الحديث قلنا مر بنا من قبل، وهنا قالوا تساهل شيئا ما ابن حجر عندما قال أن هذا الحديث في صحيح البخاري، ليس هكذا، الحديث موجود معناه أو قريب منه في صحيح البخاري، وليس من طريق عروة بن البارقي، وليس بنفس اللفظ، وإنما قريب منه فقط بالمعنى. نعم، والحديث قلنا مر بنا، والمهم حل إراده هنا أن الوكيل له أن يتصرف في الوكالة، والوكالة هي أن يجعل هذا الشيء تحت إذنك، وهي واحدة من الحالات الخمسة التي يكون فيها الإنسان مسؤول عن الأمر. هناك ما يسمى بالواوات الخمسة، تعرفون الواوات الخمسة، الولي والوكيل والوصي والوديعة والوقف، هذه الأشياء الخمسة كلها يكون المسؤول عنها هو المتصرف فيها تصرفا مطلقا، تصرفه فيها نافذ وماض، وما يقوم به فيها يعتبر على وجه الإلزام، ولي وكيل وديعة وصي وقف، كلها أنت الذي وكلت إليك مهمتها، تصرفك فيها ماض فبينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأنها في الغالب لا يطلع على خباياها وما يجري فيها إلا أنت فقط الموكل إليك. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث هنا أخذ رحمه الله تعالى يذكر لنا جملة من الأحاديث التي فيها الوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتوكيل، وكل غيره، أعمل الوكالة بمعنى وكل غيره على بعض المهام فقام بها الموكلة إليه، وفي هذا دليل إقرار أنه أقرها وعمل بها، فهي مما يجوز بدليل السنة القولية والسنة العملية. نعم، أنه وكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أمر الصدقات، والحديث معروف أن عمر رضي الله عنه لما جمع الصدقات قال له هناك ثلاثة، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة امتنعوا،
أو جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة لم يؤدوا له، فذكر من أن هؤلاء الثلاثة هم جميل والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد الوليد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى لا يبقى هناك لبس، وحتى لا يظن بمن لا يستحق أن يظن به السوء حتى لا يظن به السوء. فقال: أما جميل فما ينقم جميل إلا أن كان فقير فأغناه الله. هذا جميل أنصاري كان في بادي أمره منافقا ثم تاب وحسن إسلامه. المهم في هذه المرحلة فامتنع عن شيء، عن تأدية الحقوق، فقال: ما ينقم جميل، ما الذي يجعله يمتنع مع أنه كان بالأمس فقيرا فأغناه الله تبارك وتعالى؟ أليس واجبا عليه أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه فيؤدي حق الله في هذا المال الذي أعطاه إياه؟ وأما العباس فإنها علي ومثلها، أي الذي يجب عليه من الزكاة تحمله النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل معه مثله للسنة القابلة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، أي الناس يظلمون خالد فيقولون لم يؤدي لم يؤدي، فإنه قد حبس أعتده أو أدرعه في سبيل الله، يعني جعل ما عنده من مال أو من عتاد وقف لله تبارك وتعالى في أمر الجهاد، فما دام كذلك تبرأ ذمته من الجهاد، لأن من مصارف الجهاد الغارمين، يعني من مصارف الجهاد في سبيل الله، وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله عن الجهاد، إذن هو أصلا سخر ماله في هذا الصدد. جيد. المهم محل الشاهد من هذا الحديث إعمال الوكالة، أن عمر وكل على الصدقات فكان يتصرف فيها على وفق ما تقتضيه الوكالة، وأن هذا كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي، كذلك أن التوكيل يمضي حتى في التصرفات البدنية العادية، أن للإنسان أن يوكل غيره على أمر الأضاحي وأمر الهدايا الهدي وأمر هذه الذبائح وكذا، وكل ذلك جائز، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم باشر بعض ذلك بيده ووكل غيره نيابة عنه، أن التوكيل يمضي حتى في هذا الصدد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قصة العسيف، هذه القصة مشهورة، أن رجلا وقع في فاحشة مع امرأة، وأن هذا الرجل كان راعي عند آخر، عند زوج تلك المرأة، فوقعت الخصومة بينهما وترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بعد محل الشاهد من هذا أنه وكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أويسا هذا، فقال له: أغدو يا أويس إلى امرأة هذا التي هي صاحبة القصة، فإن اعترفت على نفسها بأنها وقعت في الفاحشة فارجمها، لكونها متزوجة يعني هي محصنة فوقعت في الفاحشة بعد إحصان، فارجمها إن اعترفت على نفسها. إذن وكل حتى في أمر الحدود، أن التوكيل يصح حتى في الحدود، فلأن يصح فيما سوى ذلك من باب أولى، والله عز وجل أعلم. قال: ما معنى السلفية والثمنية وما حكمهما في بيع البرنامج؟ فهمت واش تقصد بالسلفية، هذه ما فهمت واش تقصد بها. المهم الثمنية، أشياء الثمنية التي لها ثمن، لأن الأشياء بعضها قيمي له قيمة، وبعضها مثلي له مثل، يعني الأشياء إذا أتلفت حق مال غيرك فينظر هذا الذي أتلفته هل هو مثلي، هل له مثل، فيلزم المتلف بقضاء مثل ما أتلف، إذا لم يكن له مثل فينظر في قيمته، ربما هناك أشياء ليس لها مثل، ربما تأتين الآن بحجرة من الأحجار الكريمة، حجرة من الأحجار الكريمة، كيف نقول لها مثل؟ لأن كل واحدة تختلف عن الأخرى، فإذا هذه نقول ماذا؟ قيمية وليست مثلية، لا يمكن أن نقول للآخر ائتيه بمثل التي أتلفت له، لأن ربما قد لا يوجد مثلها أصلا، فنقول له ائتي بقيمتها. هل إن كنت هذا الذي تقصد، إن كان السائل هكذا يقصد فهذا هو إن شاء الله. نعم. نعم. قال: لماذا يلزم شهادة ثلاثة في
في ذوي الحجة عند طالب المسألة. والله أصل الإلزام بالثلاثة لا نعلمه إلا في هذا الأثر، لأنهم يقولون أنه ما من شيء إلا ويكفي فيه شاهدان إلا مسألة الأعراض، أعراض المسلمين، ففيه أربع شهود. إذا اتهمت أحدا في عرضه فأنت ملزم بأربع شهود، مسألة القذف، ما عدا ذلك شاهدان، هذا الأصل. هذه المسألة لعلها خرجت عن القواعد، أما الأصل أن كل شيء يشهد فيه شاهدان، هذه جاء النص فيها أنه ثلاثة، العلة أو الحكمة في ذلك الله أعلم به لنا. قال لا يشترط، هل يجوز الصلح بين المتخاصمين بعد حكم القاضي؟ جيد، الصلح بين المتخاصمين إذا وقعت الخصومة وترافع الناس إلى القاضي، فإن أول ما يبدأ به القاضي قلنا أن يعرض الصلح، بعد أن يعرف حيثيات القضية طبعا والتحري، يعرض الصلح قبل أن يذكر لهم الحكم لمن الحق وعلى من الحق، يعرض الصلح، فإن قبل انتهى مضى فيه، إن لم يقبل يبين الحكم، ثم بعد أن يبين الحكم يقال يطلب من صاحب الحق أن يتنازل عن بعض حقه، مفهوم؟ إذن دليل كونه أول ما يبدأ به هو الصلح قبل الحكم أن الزبير رضي الله عنه اختلف مع رجل من الأنصار في مسألة ماء معين، والماء هذا يمر بالزبير ثم إلى الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قدر حاجته من الماء ويترك الفضل، يعني ما فضل عن حاجته يتركه للأنصار، فكأن الأنصار اشمأز من هذا، فقال أن كان ابن عمتك، من أم الزبير؟ صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كان ابن عمتك، هذا كلام لا يليق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير الآن أحبس الماء مطلقا، لأن هذا حقه، وإنما طلبنا منك ذلك صلحا، فعرف أن الصلح يبدأ به قبل تبيان الحكم. وكذلك إذا بين الحكم يمضي القاضي قدما في عرض الصلح، لأن الصلح خير دائما على عموم الآية. هل يستقل الرهن للضامن إن وجد بكل الحقوق وإلا هل ينتقل الرهن للضامن إن وجد بكل الحقوق أو إن وفى؟ لا أدري ماذا تقصد. المهم بالنسبة للضامن الذي يضمن، هذا إذا لم يقدر الآخر على الوفاء أو لم يفي أو لم يحضر الوفاء، إذا كان ضمان عين، ضمان مال، فهو ملزم بأن يفي به، يلزم حتما أن يقضي عن صاحبه، إلا إذا شاء الضامن، إذا شاء صاحب المال فله أن يبرئ الضامن ويقول خلاص الآن أنت وفيت بالذي عليك وصاحبك هو الذي امتنع، صاحبنا الأصلي، أنا سأعود على صاحبي، له ذلك. وإبراؤه، إبراء صاحب الحق للضامن، ليس فيه إبراء للمضمون، ولكن إذا أبرى المضمون برئ الضامن. مفهومنا؟ والله إذا جاء خصمان إلي فقال هذا أن لفلان عليه حق، فجاء آخر وقال أنا أضمن حقك الذي علي، جيد، أضمن لك الحق الذي لك على فلان، أضمنه صار في ذمتي، الآن تبرأ ذمة هذا نسبيا. ولكن يمكن إذا لم يفي، يمكن لصاحب الحق الأصل أن يقول تبعتك ولم تعطيني شيء فسأعود إلى صاحب الأول، ليس كالحوالة، بمقدور صاحب الضمان أن يرجع إلى صاحبه الأول، ويمكنه أن يخرج الوسيط الضامن هذا، يمكنه أن يخرجه يقول أبرأتك ولكني سأتبع صاحبي، ولكن ليس في ذلك إبراء للأول. أما إذا قال للأول أبرأتك فسيبرأ الثاني كذلك تبعا له. نعم. قال أحد اشترى علي كيلو من اللحم ولم يدفع ثمنه، واليوم الثاني أخذت عليه 1 كيلو ولم أدفع له الثمن أيضا، مع العلم أن اللحم هو لحم إبل، فهل هو ربا؟ ابتداء لا ينبغي، ابتداء أنت تبعته بدين كيلوغرام، لك عليه دين كيلوغرام، فإذا لم يفي فلا مانع من أن تأخذ منه آخر بالقيمة،
لا مانع، لأنه أصلا حينما أخذه منك لم يأخذه على أنه سيعيد لك كيلوغرام حتى نقول لك عليه كيلو فقط، وإنما أخذ منك اللحمة على أنه سيأتيك غدا بألف دينار مثلا، لم يقضي الألف، فجئته وجئته وجئته لم يقضي الألف، لا مانع أن تأخذ منه من ما عنده من متاع من لحم أو من غيره قيمة الألف. مفهوم؟ هذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله. أما لحم بلحم هكذا فهذا معروف أنه إذا كان بهذه الطريقة هذا معاوضة، لابد فيه أن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد. نعم. رجل جعل ماله وقفا لأولاده الذكور بعد وفاته، فما دام حيا فالجميع لهم حق في المال. لا ينبغي لك أن تجعل مالك لأبنائك الذكور دون البنات، هذا ليس لك بل هذا لله تبارك وتعالى، وقد أعطى كل ذي ما قلنا أنه ليس لك بحال من الأحوال أن تجعل مالك للذكور دون الإناث، فهذا ظلم ووصية باطلة وعطية مردودة ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المعروف قال لبشير لما جاءه بالنعمان وقال أريد أن أعطي ابني هذا كذا وكذا، قال كل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري، وفي رواية فإني لا أشهد على زور، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم زورا، وما دام زور فالزور باطل، فإذا هذه عطية مردود. وهناك نوع من الظلم أن يأتي الإنسان ويقدم على ماله ويقول هو وقف لورثتي لا يباع، أنت حجرت عليهم في مالهم، هذا لهم أصلا، إذا مت سيرثونه والوارث مالك ملك تام، أنت الآن جعلت ملكه ناقص فلا ينبغي لك. إن كان لك شيء معين دار معينة قلت هذه أريدها أن تبقى وقف لأبنائي ولغيرهم وبقية مالي ميراث لا إشكال، أما أن تجعل جميع مالك وقف فلا، وقف لهم لا ينبغي، أنت حجرت عليهم في حقهم، ظلمتهم، كان بمجرد موتك سيتحول الملك لهم بالميراث، وما دام سيتحول الملك لهم بالميراث الوارث مالك ملك تام يتصرف كيف يشاء، وأنت حجرت عليه لم يعد بمقدوره أن يتصرف كيف يشاء، فهذا نوع من الظلم، ومن باب أولى إن كان للذكور فقط دون الإناث، هذا ظلم فاحش وباطن ولا ينبغي للمسلمين أن يقروه ولا يشهدوا عليه ولا يوثقوه ولا يعترفوا به مطلقا. نعم. أما إن كان جزء يسير يعني قلت مالي كغيري يعني جميع مالي وهذا ميراث معروف عادي، ولكن البيت الفلاني هذا أريده أن يبقى هكذا وقف لأبنائي المحتاج منهم ينزل فيه، ومن طلقت من بناتي تنزل فيه ولها مأوى تأوى إليه وكذا، هذا لا إشكال، لكن ليس كل. وعلى أن يكون للجميع على قدم المساواة، ليس للذكور فقط دون الإناث. نعم. كيف يفعل من كان رأس ماله من الربا؟ هذا تذكرناه مرارا كثيرا، قلنا أن من تعامل بالربا إن كان له أصلا رأس مال بدأ به فرأس ماله له وما جناه من الربا يتخلص منه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن لم يكن له أصلا رأس مال بل كل المال من هذا هو خبيث فهذا ليس مالك، لأن الحرام ليس مملوك لصاحبه، وبالتالي يجب عليه فقط التخلص منه كما هو. نعم. والتخلص منه كما هو معلوم ليس لا يكون ذلك بأن يتصدق به، وإنما يكون ذلك بأن يضعه في مصالح المسلمين من باب وبنية التخلص من الحرام، لا من باب أنه صدقة أو بنية أنه صدقة، لأنه لا يصح صدقة، وإنما يصح فقط من باب التخلص من الحرام، فتثاب على هذه النية وعلى هذه المبادرة وعلى توكلك على الله وإعراضك عن الحرام وتوبتك، هذا تثاب عليه، ولكن لا تجعلها صدقة وإنما اجعلها من باب التخلص فقط منه. هل يجوز التعامل مع أصحاب القروض الربوية؟ بالنسبة للإنسان الذي في ماله شائبة إذا كان ليس له لا يعلم له من مال الله الحرام فقط فلا ينبغي لك أن تخالطه بشيء، وإذا كان خلط عملا صالحا وآخر سيئا هناك عمل أعمال بينة واضحة لا شبهة فيها ولا لبسة وله أمور أخرى مداخل أخرى فهذا لا مانع من أن يتعامل معه الإنسان، وإذا شككت في الأمر أو ارتبت فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما حكم الأسهم والسندات في البورصة؟ ذكرنا بالجعل.
الأسهم هذه والسندات معروف أن شركة معينة تقوم مثلا وتقول أنها تعرض أسهما معينة على من يريد أن يشارك في رأس مالها، وتجعل تلك السندات بقيمة معينة، تعرض 1000 سند أو 100 ألف سند أو كذا، وكل سند بقيمة معينة، وبناء على عدد ما تملكه من تلك المستندات تكون لك حصة في رأس المال. فكلما نمت تلك الشركة ونمت أعمالها وازداد رأس مالها، ازداد تبعا لذلك أيضا حصتك، وأحيانا يوزعون بعض الفوائد على المساهمين، ولكن في الغالب لا تكاد معاملة من هذا النوع تسلم من شبهة، لا تكاد، إلا قليلا على كل، إلا من رحم الله قد توجد، ولكن نادرة، نادرا ما تسلم هذه المعاملة من الشبهة. قال ذكرنا بالجعل، الجعل هو الجعالة، والجعالة لما عرفها العلماء قالوا أنها قريبة من الإجارة، والفرق بينهما دقيق، وهو أن الإجارة عقد على العمل، والجعالة عقد على النتيجة. عقد على العمل هو الإجارة، عقد على النتيجة هذا جعالة، أجعل لك كذا على أن تأتيني بكذا، ولمن جاء به حمل بعير، مفهومه أنك إن أمضيت سنة تبحث ولم تأتي بشيء فلا شيء لك، هذا يسمى جعالة، عقد على النتيجة. أما العقد على العمل فهذا إجارة، هذا هو الفرق بينهما فقط، معناه لا فرق من حيث المضمون. مثلا يمكن أن نقول هذا إنسان يريد أن يحفر بئرا هنا وأخرى هنا، أتى بعمال يحفرون له هنا وجعل معهم إجارة، فهم يعملون، يقضي لهم على كل متر مثلا قطعوه أو حفروه يدفع لهم، ولا تهمهم النتيجة، خرج الماء ولم يخرج. وآتى بآخرين وقال العمل بيني، الشرط بيني وبينكم إخراج الماء، فهؤلاء إن لم يخرجوا الماء فلا شيء له، فهذا عقد على النتيجة وهذا عقد على العمل، واضح هذا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.